مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج فقه الحياة. لشخصية المسلم سمة من أرفع السمات التي تميزه عن غيره، إنها قوة الإيمان التي تستحثه لارتياد مسالك الخير وتجعل منه إنسانا قويا لا يخشى في الحق لومة لائم. هو ثابت الشخصية لا تزلزله عواصف الحياة، إنه يستمد ثباته من عقيدته الثابتة التي تمنحه القوة والرسوخ. لذا نرى الإنسان المسلم صاحب العقيدة الراسخة ثابتا في كل أحواله وأعماله وأفعاله، يتحلى بالأخلاق والقيم النابضة. وحدة المجتمع وتماسكه ومقومات صلاحه تعتمد على الدين الصحيح ومنظومة القيم الأخلاقية الحميدة التي تعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية ورسم الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات. إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض القيم والصفات الدخيلة على المجتمع الإسلامي والعربي. بعض ملامح الشخصية المسلمة بدأت تزول بشكل ملحوظ، لإلقاء الضوء على هذه العوامل التي قد تغير الشخصية المسلمة وكيفية التصدي لها. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة من فقه الحياة الدكتور أحمد كامل الرشيدي، أستاذ التربية بجامعة أسوان. برحب بحضرتك يا دكتور. وأنا برحب بكم وبرحب بالسادة المشاهدين، بس حقيقي يعني كان تقديم جميل وموضوع راقي جدا جدا. أنا تعلمت النهاردة تعليم جديد والله. أشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المجاملة الرقيقة. لا مش مجاملة، ده حقيقة. أشكرك يا فندم. مشاهدينا متواصلون معكم في بناء شخصية المسلم ودور الدين واستخدام الدين لبناء هذه الشخصية وتعظيم المقومات السامية فيها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيف فقه الحياة في هذه الحلقة الدكتور أحمد كامل الرشيدي، أستاذ التربية بجامعة أسوان. بجدد التحية بحضرتك يا دكتور. وأنا بشكركم على التحية الجميلة دي. دكتور أحمد، أسس بناء الشخصية في الإسلام، كيف ترى هذه الأسس وهل هناك أسس ثابتة لبناء كل الشخصيات؟ هو الأول عايزين نعرف المعنى العلمي للشخصية. الشخصية عرفوها أساتذتنا وعلمائنا هي القناع الذي يميز الإنسان ويجعله له سمة وبصمة عند المشاهد، ولذلك هو بيسموه حتى البرسوناليتي، الشخصية بتتغير سلوكيا لكن مش بتتغير جوهريا، يعني تبقى الشخصية ثابتة وأدوارها تختلف، ودي من الحياة المهمة جدا عشان خاطر نقدر نقول يا أيها المشاهد المحترم، احنا بنتكلم على كيف نكون منك شخصية لها صفة الرسوخ في القيم التي هي راسخة بمنطق إلهي، وكيف تستطيع أن تدير أنت هذه الشخصية وفقا لمتطلبات الحياة، مع العلم بأنك تدور في فلك العقيدة الإسلامية التي هي نور على نور، والتي هي تحقق لك مساقا جميلا نحو الهدف الغائي أنك أنت خليفة الله على الأرض. إحنا وبنبني شخصية مسلمة أستاذتي بنبني كيان مجتمعي على أعلى مستوى من العلو، ما ينفعش نبني شخصية عشان تبقى شخصية ورقية أو شخصية وهمية أو شخصية مترددة أو شخصية تستجيب للانفعال فتنفعل فتنحدر، لا، أنا بكون شخصية إسلامية قادرة على أن تحقق مراد الله فيها، ودي اللي عمله سيدنا النبي في بداية ظهور الإسلام، إن هو كون صحابه وأصحابه وبناهم بناء الشخصية. من البناءات كانت مختلفة المساقات،
ولو احنا بندرسها بعمق وبفكر، وهو اكيد في ناس درسوها احسن منينا، بنى الطفل الصغير علي بن ابي طالب، وبنى الزوجه خديجه، وبنى الصديق، وبنى اللي كان عبد، كل الصياغات المختلفه من اجناس ومن الافراد بنى فيهم تكوين خاص، بحيث ان حينما يلعبون الادوار التي تطلب منهم يكون قادرين على أدائها على أعلى مستوى من الدقة والمهارة والإنجاز. ودي مهمة بناء الشخصية في الإسلام. بناء الشخصية في الإسلام لازم يكون بناء قوي. أنا هقول حتة علمية ويستفيد منها من يستفيد. الإنسان ده جاي من حاجتين، من نطفة من الرجل ومن بويضة من الأنثى. ده شرح. والنطفة بتاعت الرجل دي بيبقى فيها حوالي 10 مليون حيوان منوي، لكن اللي بيلقح البويضة ايه؟ حيوان واحد، وهو اقوى الحيوانات. اذا انت من اقوى ما خلق الله في كينونته الخفية لتكون انت قوي، وفقا الى ما جاء على لسان النبي ان المؤمن القوي خير احب الى الله من المضعيف. لو احنا بنينا الشخصية المسلمة على انك انت جاي من شيء قوي، قوي مش شيء ضعيف، انت بتضعف ليه؟ انا ما خليتك عبد الحد، انا بعد ما خليتك من اقوى مكوناتي وحطيتك في افضل اماكن وحفظت عليك وعملت لك تكوينات عشان خاطر تعيش وتبقى قوي من 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 لبن امك يخرج بين فرس ودم، عشان خاطر انا عاوزك تأدي خلافة، انا مش عاوزك تبقى ضعيف. لان البناءات التي انت موكول بالقيام بها لكي تتقن لا يمكن ولا يجوز ولا منطقا تقبل أن تكون من مسلم ضعيف. طب دكتور أحمد، الفرق بين الفروق الفردية بين الأشخاص والثبات في الشخصية والمبادئ. بصي، الفروق الفردية للأعمال، مش في الفروق الفردية. الموضوع ده موضوعات شائكة جدا، وموضوعات الكلام فيها ممكن المشاهد ما يستحملهاش. هو الفروق الفردية دي مطلوبة عشان يبقى احنا لما بنرفع مستويات، ده مستوى ده على المستوى ده، عشان خاطر تبقى الحياه تنتظم، احنا محتاجين للراجل اللي بيكنس الشارع، ومحتاجين للعالم اللي بيفكر عشان يطلع فوق القمر، والراجل الديه احنا محتاجينه، ولا نحتقر شخصيته. نعم. ولا نحتقر شخصيته، وهو العالم بتاع وكاله اللي بيعمل الفضاء ديه عارف قدر هذا الرجل، وهذا الرجل الذي يعمل تحت هذه السلطة العليا يحترم هذا الرجل. لو قدرنا نوصل لهذا المستوى احنا بنقدر نبني الشخصية. الشخصية فيها تساوي في ان تأخذ حقك كاملا، ولكن احنا لكل واحد له عمله. انا كأستاذ جامعة لي عمل، والعامل له عمل، فبالتالي ايه؟ لا تختلط الادوار، ولكن لا تهتز الشخصيات. مش العامل انا عشان خاطر العميل انا اهينه. ما حدش قال كده ابدا. نعم. ولا الاسلام قال كده ابدا. احنا كلكم متساوين كاسنان المشط. وبعدين احنا ايه احنا بنشد بعض كالبناء، ومش ممكن البناء يقوى ويبقى الطوب بتاعه ضعيف. نعم. استحاله. لا، لازم قلبه قوي. عايز تسالي عايز اسال حضرتك في فكره الايجابيه من سمات الشخصيه المسلمه الصالحه انها تكون ايجابيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان ايجابيا قبل البعثه وبعد البعثه. فكرة الإيجابية دي يمكن مفقودة الآن، الكثير من الناس بيفتقر إلى مبدأ الإيجابية، لا يشارك في أي شيء إلا إذا كان مضطرا. سيدتي لو تذكر احنا في حلقة ماضية قلناها قبل كده ان احنا مفتقدين القدوة. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبني الشخصية المسلمة مش كان هو القدوة؟ نعم. لما جاء في غزوة الخندق وكانوا الصحابة معاه وكل واحد كان بيقوم بعمل، قعد هو في الخيمة وبقى الرئيس؟ لا. عمل ايه؟ بدأ العمل بنفسه. وعلي جمع الحطب. ده هيعمل وده هيعمل وده هيعمل، مش انا مش هبقى رئيس انا. يبقى انا هعمل اصعب الاعمال. احنا قاعدين في صحراء وقاعدين في منطقة صحراء جرداء عشان نقدر نشاهد يبقى مستوى وحناكله، انا هاخد انت ده بيذبح وده بيسلخ وده بينظف وده بيقطع، وانا علي اني اروح لكم الاماكن البعيدة، وعلي جمع الحطب. دي قضايا من بناء الشخصية المسلمة. بناء الشخصية المسلمة انك انت تؤدي ما عليك ان تؤديه كاملا. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه.
وبعدين يبقى ايه؟ لما تاخد انت مثال بناء الشخصيه المسلمه لازم تاخده بناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول لك العظماء في الدنيا ماء، واخد بالك، اعلاهم وافضلهم سيدنا رسول الله، لانه كان قائدا لبناء الشخصيه المسلمه. ولما انتصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها انتصر ببناء الشخصيه المسلمه. لو ناخد احنا بس عمر بن عبد العزيز جاي من البيت الاموي، والبيت الاموي في حاجات كده تحسب عليه، يطلع عمر بن عزيز عشان يعيد صياغه الاسلام على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسموه خامس خلفاء الراشدين. يعني شوف ازاي بعد الفتره دي كلها يطلع عشان يرسم ان الاسلام ما زال حيا وسوف يظل حيا كلما جاء بناءاته قويه رصينه. ما ينفعش الاسلام يبقى ضعيف، ما ينفعش ان احنا ما يبقاش شخصيته قويه. يجي في الحديث ما معناه يقول لك ايه، لا تكن امعه، ما تنفعش تبقى انت منقاد. اذا احسن الناس او اذا اساب الناس اسبت، الحديث ما معناه، واذا اخطا الناس اخطات. طب انت راجل ماكشي، مش انت راجل، عفوا، ما انتش انت البني ادم اللي يعتمد عليك، ما تنفعش. ده ياخذنا الى عكس ده اللي هو التمرد، ايا كانت القياده انا برفض كل ما تقول. مين اللي قال اللي رفضت القياده دي؟ ده القياده دي عاوز لها موضوع، انت بتفتح موضوعات مش عارفين نعمل فيها ايه. هو القياده دي عباره عن مواهب وعطايا من الله سبحانه وتعالى في خلفائه ليحققوا مراده، ومش شرط يبقى كبير خالص في السن، حرط يبقى شويه صغير جدا. هو اسامه بن زيد لما قام بغزوه من الغزوات ويجهز له رسول الله غزوه، وكان سنه ما بين ال 16 وال 18، وبعدين ايه كان معه من اصحاب رسول الله الكبار السن وكذا واحد، وبعدين توفى رسول الله ولم تخرج الغزوه، وبعدين اشاروا الى سيدنا ابو بكر الصديق ان يعني ده شاب صغير ومعاه خلفاء ومعاه اصحاب كثير، ما يعني تبقى ايه. قال سيدنا ابو بكر، قال والله لا احل حل عقده عقدها رسول الله. يطلع الشاب ده ويدير، شفت بقى عشان يبقى، لان دي شخصيه بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارف فيها لما يبقى يمشي هيعمل ايه هو في البتاع ده. واستجاب الكبار لهذا القائد. هو استجاب كده هم، بس ايه، القائد لا يشكون لحظه في اخلاصه، في ايمانه، في صدقه، في عزيمته. فالقياده ليس بالسن الصغير ولا بالكبير، ولكن القيادة هبة ومنحة من رب العالمين. فبالتالي احنا لو عايزين نبني الشخصية، ما احنا مرة عايزين نعمل حاجة للكوادر الخاصة اللي معمولين عشان يحلوا المشاكل. ده في كل مليون في 5 في 15 في 50 موجودين عشان يحلوا المشاكل، وفينهم موجودين فين؟ عشان نبنيهم احنا نبنيهم عشان نقدر نغير مساقات المجتمع المتردية دي. في المدرسة فيه، وفي الشارع فيه، وفي البيت فيه، وبالتالي في المؤسسات المختلفة فيه اللي يحل المشاكل دي. ولكن احنا قاعدين حاطين راسنا بقولنا في زي النعامة وبنقول ربنا يحلها، مش هيحلها ربنا. ده منطق عقيم ومنطق فيه. أسس بناء الشخصية يا دكتور أحمد، يعني كيف نبني الشخصية الإسلامية، وما هي هذه المقومات التي يجب أن نعتمد عليها؟ البناءات، شوف انت تقول البناءات، هو أولا كيف نعده اعدادا صالحا لينفع نفسه، بدءا من انه ايه، ان من عشان نبني الشخصيه ناخده من هو وطفل رضيع، نعلمه ازاي يكون كده انسان عنده هدف وعنده وسائل لتحقيق الهدف وعنده امكانيات لتحقيق الهدف ويعرف مكونات البيئه التي يحقق فيها الهدف. لو قدرنا احنا نربي هذه التربيه في الاجيال بدانا البدايه الصحيحه للبناءات. بعد كده ايه، إن احنا لازم نعلمه، ما ينفعش يبقى في الإسلام مجتمع جاهل. والدليل النبوي على ذلك حينما أسر الكفار في غزوة بدر، كان اللي علم 10 يطلق سراحه. يبقى إذن احنا ما ينفعش مجتمع في القرن 21 قرب يخلص وعندنا حوالي 35 ولا 40%، يعني عندنا 40 مليون أمي، دول ينفعوا إزاي؟ ومش بس أمية قراءة وكتابة، ده احنا عندنا 15 نوع من الأمية. يعني أمية الجهل بمبادئ الإسلام الصحيحة، أمية الجهل بالثقافة الإسلامية الصحيحة،
أمية الجهل بمعاملة الزوجة الصحيح، أمية الزوجة التي لا تعرف أن تعامل زوجها، أمية كيف نبني أنفسنا بناء إنسانيا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي إن نعلمه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دي بقى هنا اللي إحنا بنتكلم عليها. لو خدنا الفلسفة الإسلامية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيها شهادة من رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى إحنا بندور على مقاييس الأخلاق. لو دورنا على مقاييس الأخلاق إحنا بنبدأ فعلا في بناء الشخصية المسلمة. إحنا محتاجين أخلاق. وإيه الأخلاق دي؟ اللي هو صدق، أمانة، إتقان، مسؤولية، كل اللي يبقى فيه إيجابيات هو جزء من بناء الشخصية المسلمة، جزء تماما، مكوناتها تبقى واضحة وبنبنيها كلنا مع بعض. أوعى تقول إنه أنتوا بس نبنيها، إحنا بتوع الكليات التربية أو المدارس، المجتمع كله مسؤول مسؤولية كاملة عن بناء كل فرد في المجتمع. كان السادات الله يرحمه بيقول عاوزين نفعل قانون اسمه قانون العيب. نعم. عارفة قانون العيب دي إنه هو جزء من بناء الشخصية المصرية اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. ده انت تنادي ب 15 ميكروفون عيب يا ابني عيب يا ابني، والله العظيم ما حد مستجيب، لان احنا في فقد في بناء الشخصيه منذ كانت بذره تستطيع ان نشكله كما يجب ان تشكل. فقدنا تشكيله في الاول، فبالتالي كده احنا بنبكي على الاطلال. عاوزين نبدا الشخصيه المسلمه نبداها من بداياتها كده هو الاولى، ويبقى فيها نوع من الحرص وما فيهاش نوع من القسوه وما فيش فيها نوع من التدليل الزائد، فبالتالي يبقى فيه قاعدين احنا في التوازن المطلوب كده اهو. يبقى لو خدنا الوسطيه بتاعه التربيه هنلاقي نقدر نبني شخصيه فيها صفه من الثبات. والثبات عارفه عشان نبني شخصيه مسلمه، قبل ما نتوجه لكلمه الثبات دي عشان هناخد فيها يعني شكل اكثر في التفصيل، عايز اعرف من حضرتك نقطه البدايه في عمليه رسم ملامح الشخصيه، الأسرة. دور الأسرة في 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 رسم الملامح. قولي مين اللي في دور الأسرة مين؟ نعم. مين في دور الأسرة؟ الأم. اللي قال فيه أحمد شوقي إيه؟ والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كلام أنت شرح مع أحمد شوقي مات بقى له كم سنة. طيب إحنا عايزين نعد أم مش نعلم أم. هناك فرق بين أن نعد وأن نعلم. أن نعد أن نبني أم. نبني أم زي الخنساء، نبني أم زي السيدة زينب، نبني أم زي هدى شعراوي، دي نبني أم زي بالشكل دي. يبقى هنا بقى خلاص عرفنا كده إن عشان الأم ده كيان، عارفة زي بيسموها إيه؟ لما نجيب الطوب اللي بنبني بيه المباني دي بنلصقه بإيه؟ بالأسمنت. هو الأم الأسمنت ده، تصدقي؟ أنا بعتبر الأم هي الأسمنت، المادة القوية التي تستطيع أن تلحم البناءات التي نستطيع أن نقف عليها دون أن تنهدم أو تنزل. محتاجينها مرة أخرى. يبقى عايزين نبني أم، هنبدأ نبني الشخصية المسلمة. دي بقى اللي إحنا محتاجينها، لكن إحنا بنعلم. هناك فرق بين أن نعلم وأن نكون. أستاذنا الله يرحمه أستاذنا الدكتور محمد عمار يقول لك عاوزين نكون معلم. مش عايزين نعلم معلم، ده ممكن يتعلم مع الخبرة ما هو ماشي بيتعلم، لكن كيف نكونه؟ المكونات الأساسية لبناء الشخصية المسلمة، ما هي موادها الأساسية التي تحقق الاستمرارية في العلو؟ طب فكرة الثبات اللي حضرتك تحدثت عنها، المبادئ لا تتجزأ. أكيد. لماذا أصبح الإنسان المسلم في مجتمعه بيمارس سلوكيات ويتبع مبادئ، وحين يسافر إلى مجتمع آخر يتخلى عن هذه المبادئ حتى يتكيف مع المجتمع الجديد؟ المجتمع الآخر ده في ثبات في المبادئ بتاعته، في المجتمع المسلم ما فيش ثبات في المبادئ بتاعته. يعني لو عايزين نقول إحنا في مدرسة باعتبار أن مؤسسة تربوية مسؤولة عن بناءات الشخصية الإنسانية في المجتمع المسلم مسيحيها أو مسلميها، هل المدرسة تكافئ المعلم المجد مكافأة تستطيع أن يشعر أنه تغير بفضل الله إلى درجة إنسانية أرقى بنكافئه؟ لا خلاص أنت بتقول أهو بدل لا يتهدم لا. لكن لو احنا بنكرمنا تلميذ على انه هو امين
وان هو لقي قلم او لقي الموبايل ووداه للمدرسه وقالوا التلميذه غاده فاروق عملت الموبايل وحنحيوها بس كده حنسقفوا لها، موجوده؟ مش موجوده. يبقى بنبني فين؟ احنا بنعلم، وهناك فرق بين ان نعلم اي نضع علامه، وهذه العلامه مع التغيرات الزمنيه وتغيرات الماده تمحو، ولكن اذا بنانا بصمه يبقى احنا بنبني. يبقى في فرق كده اهو بين ان نعلم وان نكون. المكونات بتاعه المجتمع المسلم محتاجه اعاده عايزين الماده تبقى اصيله. يبقى عارفه زي ما بيقول جيب دواء كده اهو مصري وتعتمد عليه. واحد يقول لك هذا دواء مستورد، ممكن يبقى دي نوع من عدم الانتماء والولاء لحب الوطن. طب ودوانا ماله؟ ما عايزين ناخد منتج مصري. لو خدنا منتج مصري كده، عايزين منتج مصري بس يبقى منتج متقن. احنا عايزين نربي او نكون شخصيه ونتقن تربيتها. بعد كده نسيبها. ودي هتيجي من عين ان من مكونات بناء الشخصيه المسلمه اللي هو نوع من التساوي. انا حاسس ان انا متساوي معاكي. ما انتش احسن مني. انا هقول على حاجه من بناء الشخصيه اليابانيه. رئيس مجلس اداره الشركه راح له واحد مصري رجل اعمال وعزمه على العشاء، فالرئيس مجلس اداره الشركه ده او رئيس مدير الشركه ده معاه سواق، فالسواق راح ياكل معاهم على نفس الترابيزه. فالراجل المصري بيستغرب بيقول له ده السواق يعني هياكل معانا؟ هناكل معانا السواق؟ انا مهندس وده زميلي مهندس زيي، معقوله؟ وبياخد نفس الراتب. خلي بالك رئيس مجلس اداره الشركه ده معاه دكتوراه، وسواق بتاعه دي معاه دكتوراه، وهذا يحمل نفس الدرجه العلميه وياخذ نفس الراتب من الشركه، ما يقعدش معاك على الترابيزه ليه؟ واحنا لا، لما يبقى سواق يبقى قاعد هناك. فلما يحصل نوع من التفرقه احنا مشكلتنا ما بنحسش ان الاطفال والجيل دي بيعاني مننا احنا الكبار. يعني احنا نقول كلام في المحاضرات ونيجي في الواقع ما نطبقوش. يقول لك احنا كل واحد ياخد حقه، ونطلع النتيجه ولد ياخد ولد. والله العظيم ده كان ما بيحضر اذا خد امتياز. فيبقى يفقد ايه؟ يفقد الثقه. اول ما يفقد الثقه، لو انت حطيتيه في المكه وحطيتيه عند الحي الاسعد وجبت كل مشايخ العالم عشان يكلموه، ولا هيصدق ولا هيبني ولا هيتكلم فيه خالص. محتاجين ان احنا نكون ثقه انك انت انسان نحترم كيانك مهما كان نوع عملك، ونعطيك حق نعطيك حقك كاملا دون اهدار او نقص فيه. طب دكتور احمد، هناك من المبادئ اللي هي المفترض انها بديهيات يتحلى بها كل الناس، فكره قيمه العمل، قيمه الصدق، قيمه الانتماء. هذه القيم هل هي محتاجه الى غرس؟ يعني كل الامم موجوده فيها هذه القيم بعيدا عن الاسلام، هم لديهم من القيم، هم منبعها. نعم. احنا منبع هذه القيم. نعم. طيب قوليها راحت فين؟ يعني حد خدها ومشى سافر؟ لكن في الاخر ايه؟ ما هو عشان بيقول لك الدين المعامله. عاوز انا يبقى انا احس ان انا صادق معاك، مش عشان خاطر بتكلم. والمشاهد هيبقى بيقول لي انا إيه؟ انت دكتور ممكن جدا بتقول كلام كده عشان خاطر المنظر بتاع التلفزيون. طب تطلع تقول الكلام ده، اقوله بره، انا اقوله بره وبقوله في اي مكان واقوله في اي موقع، بالتالي يثق في من يثق، الا اذا كان واحد حاسدا او حاقدا. لو احنا بنقدر ده نقول اللي احنا صدقنا ده دين، امانتنا دين، اتقاننا للعمل دين، تميزنا دين، هنقدر نقول ان احنا بنبني الشخصيه المسلمه. ولو بنينا الشخص، هم الـ 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 الناس اللي هم التجار وراحوا جنوب شرق اسيا، جنوب شرق اسيا لم يذهب اليها مقاتل واحد بسيف، لكن كل ذهبوا اليها تجار، واسلمت جنوب شرق اسيا وما زال اسلامها اقوى اسلام، لانهم اعتمدوا على ان التاجر صادقا، وبالتالي خذوا من صدقه امانه دينه، فبالتالي امنوا بالاسلام. لو احنا نقدر نعمل كده، اتفضل. لماذا تغيرت يعني شخصيه الانسان في المجتمع المسلم والمجتمع العربي؟ هو تغير في المجتمع المسلم الاول. تغير في المجتمع المسلم الاول. يعني الناس اللي بيخشوا الاسلام ويجروا عنه ويأسلموا لما يشوفوا المسلمين يقول لك ده لا، ده مش اللي جرينا عنه، بعيد خالص عن اللي جريناه. ودي حقيقه. احنا في الاخر بنكذب على انفسنا، بنكذب على انفسنا كتير خالص خالص خالص.
يعني يبقى الراجل المسؤول عن تعليمنا دينيا لما يقول نسمعه، لما يعمل نصدم. هي انت قلتيها، انا كنت عايز اقول كلمه اصعب من كده لان كان ممكن يمسكوني ويحطوني في حته غير كده، فلكن انت قلت نصدم. يبقى هنا بقى ازاي بقى تقول نحترمك نراك نبتعد عنك؟ عاوزين بقى دي هنا اللي هي بيسموها ايه، التوازن بين الشخصيتين دول، ودي اللي جايبه انفصال في الشخصيه. الولاد اللي ما بيحترموش المدرس خالص، لان المدرس اللي بيقوله في الفصل مش هو اللي بيقوله في الدرس خالص. ولا يحترمون الاب والام بالشكل الكافي. بالظبط كده، لان الاب والام هم الاثنين بيكذبوا على بعض. فبالتالي بدا الشخصيه تحس محتاجه من نوع من الـ من الـ في المكون بتاعها يبقى في نوع من الثبات اللي احنا بنقول عليه راحت هنا. ما فيش الثبات ده، تقول وبعد كده تقول الكلام اللي قلته مش هو، وبعدين تقول ايه ده، ما قولوا لنا حل عشان نمشي عليكم فيه. عايزين لنا حل انتوا تامنوا بيه واحنا ناخده منكم نؤمن بيه، لكن انتوا بتقولوا كل يوم بتقولوا كلام، فبالتالي احنا مش عارفين اي كلام نمشي عليه. عاوزين بقى خريطه بناء للشخصيه المسلمه من الاسره الى المجتمع كله. الحلقات زي ما ترمي حيه في بحر كده اهو، تفضل الدوائر تلف 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 تلف. عاوزين الحيه لما ينزل كده اهو للاعماق الدوائر تبقى فيها جزء من السبب. مسؤوليه من يا دكتور؟ كلنا وفقا للحديث كلنا. احنا هنقول مسؤوليه مين؟ هنسلمها لمين بس؟ ما هو احنا مشكلتها، انا بقول يعني تعال بس نعمل نوع من احنا كلنا. هو معقول ال 100 مليون مليون ينظف ال 100 مليون؟ معقوله ده؟ يعني انت كده بعقلك ومنطقك كده اهو، ال 100 مليون دول يكفيهم مليون عشان ينظفوا؟ طب ما تعال ننظف مع الناس اللي بتنظف. تعال في يوم من الايام كل اصحاب عماره ينظفوا العماره، انتوا بتخلوا الباب ينظف ليه؟ بتوع المدرسه لو قلنا للتلامذه ينظفوا المدرسه، وكنا بننظف واحنا في الخمسينات والستينات احنا بننظف مدارس انفسنا، مش احنا اللي وسخنا؟ انت بتجيب واحد ليه تاني عشان يعمل لك العمل ده؟ نقدر نعمل عشان نبني شخصيه التلاميذ؟ يطلع 100 ولي امر يتزنطر عليك، ايه اللي تعمل ده؟ انا جايب ابني عشان يتعلم، طب ما احنا بنربيه. وتقول لي انا مش دخلنا بقى في الصراع الغبي اللي احنا فكينا منه، اللي لا دين قال عليه ولا ثقافه ترضى بيه ولا مستقبل هيحميه. طب دكتور احمد، يعني هل يستطيع الانسان ان يغير سماته الشخصيه ويبني نفسه بنفسه؟ والله يعني اذا لديه عقل واعي وبيئه جيده يغير. وانت قلت لما بيروح في مجتمع كافر بيقول احنا كنا مش كده، ما قال محمد عبده ذهبت الى بلاد وجدت فيها الاسلام بلا مسلمين ورجعت الى بلاد الاسلام فوجدت فيها مسلمين بلا اسلام. بس في برضه يا دكتور من يتخلى عن مبادئه لارضاء المجتمعات الاخرى. هو ده المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وانا ما بقش على شواذ القاعده، القاعده دايما بقيس على عموم القاعده، لان اي قاعده لها شواذها. الشواذ دي انا مش مسؤول عنهم، مش ممكن. هو حتى سيدنا محمد هو مش ابو لهب عمه؟ نعم. عليه الصلاه والسلام مش ابو لهب عمه ولا مش عمه؟ مش في قران بيديله لغايه يوم الدين نقرا فيه تبت يد ابي لهب وتب؟ مش ده عمه على طول؟ لكن لازم يقول لك ان شواذ القاعده انت مالكش دعوه بيها. لا يضرك من ضل، لا يضرك من ضل، لا يضرك من ضل. حاسب نفسك انت الاول، بس عايزين نعلموه كيف تحاسب نفسك بنفسك. انت يا صنايعي يا ليل اللي شغال في مصنع بتعمل فلنات بتعمل بتعمل اي حاجه، انت راضي تاخد ده تديها لولدك؟ بتعمل شنطه، انت ليل اللي بتعمل اكل، انت راضي الاكل اللي تاخده تاكل منه؟ انت يا جزار اللي بتذبح انت راضي عنه؟ انت يا معلم اللي بتعلم انت راضي؟ لو ولدك هنا راضي المعلم يعلمه بالشكل ده؟ ده مش راضي وده مش راضي وده مش راضي وده مش راضي. طب نجيبه فين ده؟ نجيب ملائكه من السماء عشان تبني شخصيه مسلمه؟ ما هو لازم احنا يبقى احسن. يا فكرتيني، انت نسيتي قول الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى احنا عاوزنا نبني الشخصيه المسلمه علينا ان نبني انفسنا، ثم بعد ذلك ياتي الفيض والرحمه من صاحب الفيض وصاحب الرحمه. احنا عندنا رفض غريب غريب ان احنا نتغير للاحسن. فربنا سيبنا في هذا اللي انت قلت عليه المرار قبل كده، احنا في المرار ده اهو، ده احنا في المرار. طب عاوزين انت عاوز تحل المرار ده، نبدا تعال انت حل.
تعال نخف شويه من المراه. احنا عارفين احنا بنبني الشخصيه المسلمه كيف تتعامل مع مشكله المياه. يقول لك بتغسل العربيه كذا، والناس بتغسل العربيه زي ما هي، وبتتوضى زي ما هي، والحنفيه تبقى زي ما هي. طب هنجيبهم فين؟ ده عاوزين مستخفى عظيم، عايزين ملائكه جداد، عايزين ملائكه جداد عشان نبني الشخصيه المسلمه. عاوزين ثوره الانسان في داخله، ثوره انا اعمل ثوره انا بعملها انا، اتقن نفسي انا اهو. وبقول لاخواننا المدرسين المليون وربع او المليون اكثر، انت قبل ما تدي علم ادي 5 دقائق تربيه، دول تخش بيهم الجنه، والعلم بتاخد عليه اجر. ربينا العيال في ال5 دقائق دول، بس قبل ما تربيهم كن انت على مراد الله فيك حتى يستطيع المتربي ان يراك. لان ايه؟ فعل واحد خير من 1000 قول. فعل واحد خير من 1000 قول. احنا عاوزين نبني الشخصيه المسلمه، عاوزين بقى المسلم، عاوزين المسلم الاول. فين المسلم ديا؟ اللي هو الصادق الامين الرحيم الرؤوف القوي، كل الصفات دي اللي لا يحتاج، اللي ما بيمدش يده، مش اللي قاعد في المسجد عشان خاطر بيقول انا بصلي، لا لا لا، مشاهم رسول الله من المسجد، اتكل على الله، ده كلام ما فيش في الاسلام. ديا نبني بهم شخصيه مسلمة. طب مش بناء الشخصيه المسلمه ان تعمل وان تتعلم؟ مش بيقول سيدنا النبي اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها؟ يعني اذا انت العمل ممتد بيك من المهدي الى اللح، واطلبوا العلم من المهدي الى اللح. طب اذا احنا عايزين الشخصيه بالعلم والعمل، بس كده ادي بناء الشخصيه المسلمه بالعلم القوي الذي يحقق الاستغناء عن الاخر، وبالعمل الجاد المتقن الذي يكفيك الا تسال الاخر طعامك ولا شرابك ولا دوائك ولا سلاحك. طب دكتور أحمد، يمكن فكرة القوة دي بتأخذ البعض إلى تصرفات قد تميل إلى العنف والإرهاب والتطرف. مين اللي قال كده؟ إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. مين اللي قال كده يا إخوانا؟ مش القوي الذي يملك نفسه ساعة الغضب، القوي الذي يملك شعوره، القوي الذي يملك يستطيع أن هو يعني يبقى يعني مش محتاج. ومين قال القوي يبقى إرهابي؟ هو نعم. هو مين اللي قال في الألفاظ العربية ولا الألفاظ الهندية أن القوي هو إرهابي؟ يا أخي ما قالش كده. واحنا بنقحم حاجات في اللغه العربيه وفي المفاهيم ما انزل الله بها من سلطان، ولما تتقال حتى كده اهو احنا نبقى مخطئين والمشاهد كده يتوه معنا. لا لا لا، القوي هو الذي يستطيع ان يستغني عن الاخر ويطعم الاخر، هو ده القوي، مش القوي اللي يعمل هو معنى ذلك يبقى داعش قوي. ده كلام فارغ طبعا، وكلام ما انزل الله به من سلطان، ولا نقبله ولا نستطيع ان نلقي به للمشاهد اطلاقا. نعم دكتور أحمد، دور مؤسسات الدينية ومؤسسة الأزهر في هذه القضية تحديدا مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. وأنا لو يعني سمح لي رئيس الجمهورية الموقر أني أقعد معه بس 10-15 دقيقة وأقول له كيف يستطيع الأزهر أن يبني العالم كله. أنا رحت أمريكا عشان بس من مصر كده الناس ما بدوش يقول لك أنت اللي تصلي بينا، خلاص انت جاي من الازهر، جاي من كعبة الاسلام. لكن ما ينفعش الازهر ان حد يضربه بالحجارة، وما ينفعش الازهر ما ننتقيش في ناس على اعلى مستوى من الجودة والتقوى والقوة والعمل الصالح. كليات الازهر، معاهد الازهر، فتيات وفتيان لابد ان يعاد صياغتهم فكريا باسلوب منطقي راقي عليه، يكونوا نضاف ويكونوا قليلين الكلام كثيرين العمل متقنين الجودة مؤمنين بالله محققين مراد الله، أن يكون صغيرهم قدوة وأن يكون كبيرهم رائد وأن يكون فعلهم على مراد الله ورسول الله. كده نقول أن احنا نجحنا، مش تعصبا، لا، دي أملا أن يعاد صياغته على زي ما بقول فقه الحياة، يبقى وفقا لمقتضيات الحياة أن نعيد صياغة هذه المؤسسة التي استطاعت أن تؤدي دورا رائدا على مدى التاريخ وأن تحفظ للإسلام وسطيته. الأزهر ساهم في أن يحفظ للإسلام وسطيته رغم ما نعاني منه من شرور، وما نعاني من مكائد ومن مكابد، لكن لو الدول بس شوية ورحموا الناس اللي فيه طلعوا منها كل الغس وسابوا السمين بس. نعم. طب دور مؤسسات الإعلام يا دكتور؟ والله العظيم دورها كارثي لو لم يعاد صياغتها مرة أخرى على منهج الوسطية في السلوك لانفلت الزمام منا.
اللي بنعلمه احنا في التربية وفي المدارس يضيعوا التلفزيون في لحظة، وبالذات القنوات الخاصة فيها ما لا يصر وكل ما يضر، محتاجة إعادة صياغة وفقا للمجلس الأعلى للإعلام عشان خاطر القناة. يا احنا بنعمل عبارة ضبط وربط ورقابة على مصانع الأغذية اللي بتأكل البطن، عاوزين نعمل ضبط وربط للمصانع اللي بتأكل العقول والقلوب، وإلا نبقى احنا خربنا. مش احنا مش الإنسان مش خلق ليأكل، ما خلقش عشان يأكل، ده خلق عشان ينتج، فبالتالي الإنتاج لن يكون إلا بغذاء العقل. إذا غزينا العقل، وإحنا قلنا عشان كده لما نعمل حلقة مرة في موضوع اقرأ الأربع حروف دولة نفهمهم للعالم كله ماذا قال الله لعباده على كافة الأجناس والألوان، لماذا يقرؤون ليبنون أنفسهم. ليس هناك رقي إلا من خلال عمل جيد وعلم عالي. نعم. طب دكتور، حضرتك تحدثت عن دور الإعلام، لكن فكرة انتقاء الشخص للمادة التي يشاهدها وفرزه للمضمون، يعني ان هو يحكم عليه بانه يعني ده صحيح ممكن اتبعه، ده غث يجب ان ابتعد عنه. انت بتكلمي على ان المجتمع كده ايه تفوق ثقافيا. المجتمع ما هوش كده، المجتمع فيه ناس يعني تحت الصفر في التعليم، فبالتالي هم مش قادرين يفرقوا بين الغث والسمين. يبقى مسؤوليه المسؤول، مسؤوليه الحاكم، إن هو ما يطلعش حاجة للناس إلا لما تبقى متقنة. ده في بلد من البلاد لما تخشها ويعني مش مثلا ساعة من ساعة مثلا كذا ساعة دي، بيحط الساعة دي تحت الجهاز، هل الساعة دي أصلي ولا هاي كوبي؟ طب إذا بقول له ليه؟ بقول له ممكن يدخلها فتبوظ الأصلي. يعني إذا الحكومة مسؤولة على الحفاظ على إتقان الأشياء ومسمياتها حتى لو لم تكن من صناعتها، فبالتالي ما نستوردش حاجه. احنا مسؤولين. بص في الاعلام لما يعلن اعلانات كده على اي حاجه وتطلع في الاخر حاجه بايظه، طب انت ما السبب؟ ما انا وثقت فيك، انا واثق في الاعلام، معقوله في الاعلام هيكذب عليا؟ اذا انت كذبت عليا يبقى انت مسؤول عني، مسؤول عنك، انت هديت شخصيتي وهديت بنائي وخليتني في حسره وندامه. احنا محتاجينك انت تبقى انت القائد بتاعي. الاعلام منذ الاسلام هو ان يعلم الناس ماذا يفيدهم وماذا يضرهم، أين الطريق السليم السوي وأين الطريق المعوج الذي لا يؤدي بهم إلى مراد الله. ده مهم جدا، مهم جدا الإعلام أن يعاد انتقاؤه. لو أنت عملت كده سيرفي، مراجعة على خريطة العرب كلهم، القنوات عرب سات ونايل سات ال 22 دولة، هتلاقي حاجات تتعبك، ما بتبنيش الشخصية. نبني هنا، احنا بنبني فخ الحياة اهو، واللي بيسمعونا وهيروح بعد 5 دقائق بعد ما يقفل التلفزيون ويخش قناة تاني، كل اللي قلناه ده سافر. يبقى محتاجين ان احنا ايه، ذكر فإن الذكر تنفع. وذكر بايه؟ ذكر بانك عبد لله خلقت لطاعته والعمل على مراده لتكون بحق خليفة نبنيك. لكن انا اقول والتاني يهد فيا، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. وده اللي حاصل، ان احنا في بيننا انا عايزك تتنافسي معايا، ويجي برنامج كده في قناه خاصه ويتنافس مع فقه الحياه، ويجيب ناس احسن مني 1000 مره، انا رقم 1 ويجيب رقم 1000، بس في الاخر يفيد المشاهد. لكن حتى اللي بقوله انا انت مش عاجبك، طب قول احسن منه، انا على دماغي من فوق. لكن لا انت جايل ولا انت سايبني اقول كويس. دي قضيه اللي تحتاج الى ان احنا نغير انفسنا، فربنا يبعث الفيض بتاعه والفضل بتاعه باذن الله. طب قوه الايمان ماذا تمنح في الانسان يا دكتور؟ يعني الانسان حين يؤمن وتكون لديه عقيده راسخه ينعكس ذلك على ما يقوم به من ممارسات وسلوكيات وافعال. ناخذ نموذج بس واحد كده عشان نريح المشاهد، ناخذ بلال. اليس بلال عبد حبشي؟ نعم. لما رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناه عليه الصلاة والسلام، عملوا ايه فيه الكفار؟ عذبوه. وهو عمل ايه؟ صبر. بس خلاص، ما هو قال الكلام ده خلص، خلص، خلصنا الدور اهو خلاص. حينما تبني شخصية ويثبت فيها الإيمان يحارب قوى الكفار كلها.
لو قلنا احنا مش عاوزين بقى عشان خاطر ان في هدر اقتصادي كبير، عاوزين بقى ما ناكلش البتاع ده، مين اللي ما هياكلش؟ كلنا هناكل. هيجي مولد النبي لو كده كلنا هناخد حلويات. صح؟ نعم. وفرش بتوع مولد النبي. وفكر مولد النبي حلويات. طب هو مولد النبي حلويات. مولد النبي مولد الهادي البشير ليبني فيك مراد الله، نخليه حلاوه من دلوقتي يقول لك ايه ده عشان مولد النبي. فارتبط المولد بالحلاوه، ودي مؤامره خفيه لا ايمان فيها ولا تقوى. ما اقول احنا بنذكرك بالمولد لان كل يوم احنا عندنا مولد. كل مولد ان احنا نقتدي، وهو مش بيقول القران ولكم في رسول الله اسوه حسنه من كان يرجو الله واليوم الاخر. خلاص يقول ده البناء الاساسي بتاعنا. شوف النبي عمل ايه في سماحته بس، وفي في 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 شدته بس، وتعالى اتيمم بالصحابه وشوف ايهما كده كوم. هو النبي لما جاء اعرابي وبال في المسجد مش كان شايفه النبي وسابه؟ قال اتركوه حتى يقضي حاجته ثم هيلوا عليه التراب والماء عشان يعلم الناس السماحه. هو ده قد يكون هو مجاد ربنا، ده مسجد رسول الله حته من الجنه، لكن عايز يعلم الناس الادب في تربيه الانسان. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى الراجل الكافر اللي قدامه اللي بيحطه قدامه الوساخه قدام بيته، وبعدين لما غاب يومين ثلاثه زاره وقال له انت جيت ليه؟ قال له والله منعت اساءتك لنا فقلنا لعل يكون خيرا. قال هكذا يامركم دينكم؟ قال هذا. قال اشهد ان لا اله الا الله. سهله ان احنا نبني الشخصيه المسلمه، بس فين اللي هيبنوا؟ عاوزين بنا، عاوزين بنا. ولكن بتجربة بلال فضيلة الدكتور أشرت إلى أن الرسول بناه ولكن ليس في مرحلة مبكرة، يعني ليس منذ الطفولة. إذن البناء وارد أنه هو يتم في أي مرحلة؟ أيوة يتم. نعم. ما هو لما القرآن بيقول إن لا يغير حتى تغيره. هو التغيير متى ما تغير أنا هغير. أنت أول ما هتغير إحنا هنغير بالضبط كده. هم إحنا جاهزين، ومفتاح ربنا سهل. يعني مفتاح ربنا بس اهل، انه مفتاح ربنا بين الكاف والنون، بس انت اللي معانا تعبنا. انت يا عبد اللي تعبنا، لكن لو جيت هتلاقيني، هتلاقيني وحساعدك وحاتوب عليك وحخليك تبقى عبدا صالحا تقيا نقيا، تسعد ويسعد بك، تسعد بك الدنيا كلها. انت مش عاوز. اذا الفرصه يعني متاحه. متاحه متاحه دائما متاحه. متاحه. ما التوبه متاحه. نعم. التوبة متاحة طول الوقت. ما التوبة ده جزء من بناء الشخصية المسلمة. لما نتكلم في باب التوبة ما هي مقفولة، ما هي مقفولة لحد حتى اللي ذبح 99 واحد وكملهم بالمية. مقفولة انك انت تتوب في أي لحظة. خلاص توبت أنا إلى الله، خلاص احنا قبلناك. سهلة، بس انت تخلص النية فإن الناقد بصير. نعم. ازاي تخلص النية؟ الإخلاص. كيف الإخلاص. نربي أبناءنا على الإخلاص فضيلة؟ الإخلاص في الأثر يقولون فيه رب العزة يقول الإخلاص سر من أسراري أو دعته قلب من أحب. نعم. أشكرك فضيلة الدكتور أحمد كامل الرشيدي على وجود حضرتك معنا في هذه الحلقة. وأنا بشكركم وأرجو أن كل قدام المشاهدين كده يعني إيه صادق غير مراء ولا منافق، لأنني والله أرجو وجه الله وقد اقترب العمر مني، فأرجو الله أن يكون ما قدمته خالصا لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يقبل حضرتك ويقبلنا جميعا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على وجود حضرتك معنا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، على وعد بتجدد اللقاء الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.